بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما انتهينا من تجربة الكونسوليديشن وعرفنا إيه هو مفهوم الكونسوليديشن وعرفنا إزاي نحسب الهبوط، عايزين ناخد شوية أمثلة على موضوع الكونسوليديشن. المثال الأول بيقول إيه؟ The given data were obtained in consolidation test for stress increment from 2 كيلوغرام على سنتيمتر مربع ل 4 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. The initial sample height was كام؟ 20 ملي. And its height at the start of increment was كام؟ 19 ملي. يبقى خلي بالك المرحلة ديت البداية بتاعتي كانت كام؟ 19. Sample was كانت 20 سنتيمتر مربع، ده اللي هو القطاع بتاعها، والدراي ويت بتاعها كان 53 جرام، والسبيسيفيك جرافيتي كان كام؟ 2.7. ومديني ادي التايم بتاعي 0.2 زي ما اتعلمنا لحد 1440 ل 24 ساعة. طيب عايز ايه؟ عايز يستخدم التيلور ده اللي هو عمل السكوير روت، اما كازاجراند فعمل اللوج تايم. عايز يحسب مين؟ الكونسوليديشن كوفيشن او الكوفيشن اوف كونسوليديشن او السي في اللي احنا قلناها في نهايه المحاضره اللي هي اللي قبل اللي فاتت. طيب نيجي لاول واحد تيلور. تيلور قال لك ايه؟ قال لك ارسم علاقه ما بين جذر التايم وما بين دلتا اتش. طلع لك العلاقه اللي انت شايفها ديت. طيب وبعدين قال لي انت عندك والله في خط مستقيم، خط المستقيم ده تعمل فيه ايه؟ تمده. اهو مدينا الخط المستقيم اهوت، فطلع عندي فين؟ الخط الاخضر الاحمر ده. وبعدين تاخد النقطه بتاعته ديت اي مسافه عليها وتاخد 1.15 منه، يبقى النقطه ديت والنقطه ديت، وابتدي اوصل الصفر بتاعي مع النقطه دي. فده يجيب لي هنا مين؟ يجيب لي عندي يو كام؟ عندي يو 90% اللي هي التي في قصادها بكام لو تفتكر؟ 0.848. واطلع هنا اجيب التايم، التايم تقريبا طالع يعني ايه 4 او حاجه زي كده، ده جذر التايم، يبقى التايم هيطلع مثلا ب 16. طيب عايزين نجيب بس الاتش. ارتفاع العينه في بدايتها كانت 19، لكن لاحظ حاجه ان العينه دي انضغطت، فنهايه العينه كانت كام؟ انضغطت 1 ملي وكام؟ و4 من 10، يبقى اصبح سمكها كام؟ 17 وشويه. طب اخد انا اتش ديت ولا اتش ديت؟ هاخد المتوسط ما بينهم. ادي الاتش الاولانيه وادي الاتش الثانيه، خدت المتوسط ده. لكن هل انا باخد اتش ولا دي؟ لا باخد الدي. الدي بتساوي اتش على مين؟ على 2. اتش على 2 بقت طلعت 9 وشويه. ناخدش بقى تيلور، احنا طلعنا البتاع طلعت ب 4 مينتس، يبقى التايم ب 16 مينتس. لما احولها للسكند يبقى 960 ايه؟ سكند. القانون بتاعنا سي في على تي في بيساوي دي سكوير على التايم، يعني سي في على 0.848، لان التي في بتساوي 0.848 عند يو 90%، والدي لسه جايبها شويه اهيت اللي هي كام؟ 0.9129 سكوير على مين؟ على التايم اللي هو 960. فطلعت لي السي في بكام؟ ب 7.6 × 10⁴ سنتيمتر مربع على مين؟ على السكن. طيب لو عايزين نشتغل بقى بمين؟ بكازا جراند اللي هو اشتغل باللوج، رسم نفس الكلام لوج مع الدلتا اتش وعمل ايه؟ لقى خط هنا راح مده اللي هو الخط الاحمر ده، وهنا خط تاني اهو، وقال لك ده عندي يو 100%. وبعدين خد تايم هنا اهوت، قيمه عند تايم معين، وضربها في 4 فطلع له التايم التاني هنا اهوت، وراح ماشي كده وماشي كده، جات له مسافه اسمها اكس اهي شايفينها؟ خد زيها فوق اسهى من هنا وطلعها من هنا، وراح مطلع قال لك ده عند صفر، ودي صفر ودي 100، نصفهم يبقى دي عندي كام؟ عندي 50%. 50% لو طلع بيها كده يبقى يقدر يطلع التايم عند مين؟ عند 50%. عند يو 50% التي في معروف ان هي بكام؟ قلنا اللي هي 0.197، فنقدر نطلع من هنا الايه؟ السي في. ازاي؟ نفس الفكره، احنا طلعنا طلع هنا اهم حاجه التجربه طلع منها التايم، فطلعت له 3.2 مينتس يعني 192 ايه؟ سكند. حط بقى السي في على التي في، هنا حط التي في 0.196، والسي في هو ده اللي انا عايزه، الدي هي هي بتاعت المره اللي فاتت 0.9129 سكوير على التايم اللي هو 192. طلعت السي في ب 8.55 × 10⁴. مفروض ان انت تجيب السي في بتاع تيلور والسي في بتاع كازاجراند وتجيب المتوسط بتاعهم، يبقى هو ده السي في بتاع مين؟ السويد. يبقى احنا كده خدنا مثال على كده. يا ريت تبتدي تطلع ورق برسم بياني وترسم مساله زي ديت وتبتدي تشوف هتعرف تحلها ولا لا لوحدك. ما عرفتش ارجع للايه للفيديو تاني وراجع الحل. شكرا.